اليوم نحكيو على الصحاب ونحكيو على الغدار المنافق اللي في وجهك مراية وفي ظهرك جمرة كواية. الناس هذوما موجودين منهم برشا ولا موجودين برشا برشا على الاخر زاد ما عادش فما امان وما عادش فما صحبه في الدنيا هذه. صحبه قد شعر الراس اما وقت الصحيح ما تلقاش صاحب، صاحب ذراعك ووديك بعد امك وبوك ما تلقاش حتى حد، سيرتو لميمه لحنينه هي الصاحبه بالحق وقت الشده. تغدرت؟ تغدرت برشا، انا وقت الشده اصحابي يبدا ما وقت الغسره يلقاوني برشا، نحي من فمي وناتي، اما وقت الصحيح ما نلقاش حتى صاحب في الدنيا هذه. الحق نحكي راه تغدرت ياسر، تعرف انسان يطلبك يقول لك راني مستحق على الاخر سوى فلوس ولا معنويات ولا اي حاجه، حتى كلمه حلوه تهز بها المراد انا نقف معاه، اما وقت الشده انا ما لقيت حتى حد في الدنيا هذه ابار امي، ما لقيت حد، حتى خويتي ما لقيتهمش وقت الشده. يقول لك اذا جا خو ينفع خوه لا حد يبكي على ابوه. صحيح. يقول لك زاد في الدنيا هذه ذراعك وجيبك هما اصحابك وعشيرك، صح ولا لا؟ هذاك صحيح، صاحبك هو ذراعك في الدنيا هذي. فما اصحاب باهيين وفما لا، وانت شنو باش تعاشر في حياتك؟ انت تعرف شكون باش تصاحب الباهي ولا الخايب؟ بالطبيعه في الدنيا هذي ما عادش ثقه في الاصحاب، ساعات تلقى صاحب باهي معاك وبعد يغير منك، ساعات تلقاه باهي معاك وكل واحد وكيفاش برانسيبو يعيش في الحياه. بالنسبه لي انا نعاشر عبد اخر الله اعلم. زين صاحب صنديد، صاحب اللي يقف مع صاحبه. حسب ما نشوف مش برشا للاسف، يعني مش كلهم، يعني انا بدي عندي اصحاب معناها ونعرف، يعني كيما هذا مثلا هذا اصحاب الرسمي، اما نحكي على بصفه عامه عبيد اخرين. شنو صفات الصاحب الرسمي كما قلت انت؟ قلت تو صاحب الرسمي، وقتاش تقول عليه هذا صاحب الرسمي ولا تقول عليه هذه صاحبه بالرسمي؟ يقف معك وقت الشده، يعني وقت اللي تستحق وتلقاه، كما يقول لك الصديق وقت الضيق. اي بالحق، يعني ما عادش برشا كيكا تو. تعرف صاحبك صحيح ولا عدو؟ نهار تحتاجو الى يوقف معاك وقت الشده فوالا، كيما انا هذا خويا لقيته بزاف، خويا وحبيبي ومبرادروا. علاش قلت خويا ما قلت صاحبي؟ انت اكثر من صاحبي فوالا، وصاحب ساحب هذا شحال من خطره يجبدني نكون راح نديفي هو ينصحني فوالا. ما تعرف هو كبير عليا، نتمنى له غير الخير باسكو انسان راجل. للاسف وقت الراهن ولينا نعيشوا في زمان كثر فيه المنافقين والمنافقات والغداره اللي ياكل معاك ماء وملح وما يسمونش العشره. الناس هذوما موجودين برشا، وديما يقول لك الغدار يكون اقرب الناس ليك ما يكونش براني عليك، صح هذا ولا؟ كاينه بون، ماشي 100% ماشي 100% ماشي كاع الناس، مي انا نشوفو انا نشوفو الواقع تاعنا واش كاين. كاينين صراحه. تغدرت؟ جامي. ما تغدرتش. لا ما تقدرتش وما قدرتش، الحمد لله. الحمد لله. لو فرضنا تقدرت لطف عليك، تعاود تعطي ثقتك للانسان اللي غدرك ولا؟ نو جامي جامي. سي بون، بالك نسمح له فوالا. نسمح له ام ترجع؟ نسمح له فوالا، ما يوليش البلاصه اللي كان فيها الا كان قريب ليا ولا مهما يعمل مع الشباب. نعم فوالا. لا ما عادش هما صح، كي خوك تو، خوك وتوامنتي وياه هذاك صاحبك وكل شيء. صاحب ما عادش تو. يقول لك الصاحب الصحيح وقتاش يبان؟ الصاحب الصحيح وقت الشد وقت اللي يموت لك شكون، وقت تلقى الصاحب الصحيح، اما تو لا. يقول لك وقت الظلمه تعرف نجومك. صحيح. لطف عليك انت، وقت اللي تحت بيك الدنيا شكون رقيت؟ شكون الصاحب الصنديد اللي لقيته بجنبك ولا ما لقيت حد؟ لقيت خويا وامي، لقيت حتى صاحب. مهد حتى صاحب ما لقيت. لقيت خوك ما تودهم وكبو. خويا ما لقيت حتى واحد، كان خويا لقيته معايا وقف معايا. فما الصحاب، فما اللي يضحك لك في وجهك ويبيعك ثق فيك. تغدرت برشا، مش حتى من عند صحاب، من عند برشا عبيد. ديما نقول لك الغدره تجيك من اقرب الناس ليك، صحيح هذه ولا؟ اي صحيح، صحيحه برشا زاد. سامح لي غدرك؟ لي؟ الغدرة تقول لك تبرك جمال، وديما الغدار يكون أقرب الناس ليك، على خاطر البراني ما يعرف عليك حتى شيء، ديما القريب هو اللي يغدر، صحة هذه ولا؟ يي ما يقول لك هو الأقربون أولى بالمعروف، يعني عاود نقول لك يا والديك، والديك يقولوا لك يا دي في قالي جنب لي، حبيت نوصل لك اللي يخاف ربي راه مستحيل يغدرك، واللي ما يخافش ربي صاحبي
واللي ما يخافش ربي راه ياخذك حتى ما نعرفش انا في اقل حاجه صاحبي فهمني فاش نحكي معاك بصراحه تغدرت ولا رجعوني بصراحه تغدروني 3500 الف مره مش مره ومش اثنين ومش ثلاثه ومش اربعه لكن انا كما يقولوا فيها اللي يغدرني نرجع له الغدره برجولي هي ووقت اللي نحب روحي نبدا مسالم والله انا في ال 24 ساعه انا تغدر 24 مره سامح نسامح ديما نسامح علاش خاطر متثقفه به سامحني وتعاود تعطي ثقتك للانسان اللي غدرك ولا ما تنسى اللي غدرك تعاود تعطي الثقه نتاعك مره اخرى والا لا نعاود نعطيه الثقه ونفيقه على روحه فماش ما يفيق وقتاش يبين صاحب الصحيح صاحب الصنديد صاحب الصحيح يبين وقت الغسره وقت الغسره وقت تخسر بيك وقت تقول يا صاحبي وينك اقول لك هاني موجود تهز التليفون تقول له يا صاحبي اني حاش بيك تو كنا معاك تقي في موت تقي في فرح هذا محاشين الاكثريه تلقى فيهم صاحبك كي نقول لك الغدار والمنافق شنو تقول لي؟ المنافقين والغدار هذوك ما تصحوش ما يتعشروش ما يتعشروش غدرت؟ تغدرت برشا مرات اخوي غدار ما يتعشرش ديما الغدار يكون اقرب الناس ليك ديما اللي كنت تظنه حبيب وعشير وخليل هذاك اللي يغدر بالطبيعه اي واحد باش تحسبه انت خوك ولا حاجه باش يغدر ديما اللي باش بيك وصاحبي هذاك هو الغدار فما صاحب يبقى معك من اقولها مريقل فما صاحب يغدر فما شكون يبقى معك مريقل على طول فما اللي يغدر تو كيما طفله تجي تصاحب طفله تبقى معك مريقل وتجي تصاحب طفله تمشي تغدرك تخونك حاجه غدرك ناوي تعطي ثقتك اللي غدرك ولا؟ لا جملة جميل خويا وامي وكاو ما عادش وتلاجم تتعرف على كعبات جدد ولاباس خاطر ما عادش تا وقت خلطة تا وقت خدمة وفلوس نقول لك عندي الأصحاب قد شعر الراس وقت الشدة نجي نضرب عليهم نرقى روحي فرتاس صحيح المثال الشعبي ذي ولا؟ أكيد بالطبيعة وقت الشدة ماكش باش تلقى حتى تلقى والديك خواتك بالحق في الغسرة صعيب باش تلقى الأصحاب الكل تلقى واحد اي اما مش الكل قد شعر الراس اما مش الكل للاسف وقت الراهن ولينا نعيشوا في زمان كثروا فيه المنافقين والمنافقات حاشاك واللي في وجهك مرايه وفي ظهرك جمره كوايه اللي يترهدن سامعك الرهدين نقولوا عليه احنا كثروا برشا في الوقت هذا صحيح اي اكيد بالطبيعه كثر برشا الترهدين والنفاق العباد الكل قاعده تنافق ما فماش واحد يعطيك في وجهه صحيح وكل واحد والحياه مستمره كما يقولوا فيها يعني ما فهمش باش تلقى عبد يمشي معاك من الاول صحيح صح علاش سماهم صحاب هذايا انا واحد نسميه صاحبي حتى انا اعرفه مليح فاهم ما نقولكش عندي صحابي ومن بعد ما نلقى حتى واحد هذوك ماشي صحابي ايه لو كان صاحبي يوقف معايا فوالا نسميه صاحبي وانا تاني نوقف معاه صح الا ما وقفش معايا ماشي صاحبي علاش نسميه نورمال خوك وانا نشوفه ماهوش غدر على خاطر من نسامح انا مع انا نعرف ان الدنيا ثانيه معناها نسامح معناها بريش ما نشدش البغض وما نشدش الحقد وحتى يبدا غالط فيا وغدرني وظلمني ما يسيرش غدوه الصباح يطلع الصباح نسامحه ونرجعوا كما كنا وما عادي معناها ما فماش حتى مشكل بس المسامح كريم